هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من رزقه وفضله، تحركت في نفس زكريا عاطفة الأبوة وطمع في الولد، وهو الشيخ الكبير الذي وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، فدخل المحراب وغلق الأبواب ودعا الله تعالى بقلب سليم وبنفس صافية وبجوارح خاشعة وقال: يا رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي لا يقف أمام قدرتك شيء، فهب لي يا خالقي من عندك وأعطني من عندك ذرية صالحة مباركة طاهرة الأخلاق طيبة الآداب، تقر بها عيني وتكون خلفا من بعدي، إنك سميع الدعاء لمن دعاك وقريب الإجابة. فدلت هذه الآية على أن طلب الذرية الصالحة هي سنة المرسلين والصديقين. وأخيرا، الناس عند رؤية النعم على غيرهم فريقين: صالحون وحاسدون. فأما الصالحون يفرحون ويتفاءلون ويتوجهون إلى الله بالدعاء، بينما الحاسدون يتألمون. فلا تكن من الفريق الثاني وكن من الفريق الأول. جزاكم الله خيرا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.